السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد. كل سنة وحضراتكم طيبين. وإحنا في رمضان هنتكلم على الأنيميا، يعني إيه النصايح اللي بننصح بيها مريض الأنيميا علشان يقدر يصوم رمضان ويخرج منه بصحة كويسة. إحنا في الأول قبل ما نتكلم على النصايح هنقول كلمتين كده عن الأنيميا. يعني إيه أنيميا؟ الأنيميا تعريفها هي طبعا هي فقر الدم، بس التعريف بتاعها ايه؟ هو نقص في حجم او عدد خلايا الدم الحمراء او كمية الهيموجلوبين اللي موجود داخل الخلايا. الهيموجلوبين ده طبعا هو المسؤول عن نقل الاكسجين لكل خلايا الجسم، فلو نقص الخلايا دي بيحصل لها مشاكل. طب ايه هي الاسباب بتاعة الانيميا؟ ليه بيحصل الانيميا؟ عندنا اول سبب نقص في العناصر الغذائية، ان الشخص ده مش بياكل اكل كافي او الاكل بتاعه مش بيحتوي على الحديد وفيتامين B12 والفوليك اسيد. مش شرط ان مريض الانيميا ده يكون رفيع، ممكن الشخص ده يكون عنده وزن زيادة ولكن هو بياكل غلط، مش بياكل الاكل الصحي اللي بيحتوي على العناصر المهمة. تاني سبب ممكن يكون يعني هو بياخد الاكل بس في مشكله في المعده، يعني الامتصاص مش كويس، المعده فيها التهاب، في حاجه بتمنع الامتصاص. السبب الثالث بقى ممكن يكون الانسان ده في فتره محتاج حديد زياده، زي مثلا واحده حامل، سيده حامل، زي طفل لسه بينمو محتاج حديد زياده، زي مثلا سن المراهقه محتاجين حديد اكتر، يعني يكون في زياده للحاجه للحديد. السبب الرابع يكون في فاقد، يعني ايه؟ يعني في نزيف بس نزيف بطيء مش محسوس، يعني مثلا واحد اللثه بتاعته بتنزف دم، في مثلا حد عنده بواسير، شخص عنده ديدان بتنزف على الهادي، يعني نزيف مش محسوس، حاجه مش ملموسه، نزيف بطيء. ممكن برضو الدوره الشهريه عند السيدات والبنات، الحاجات دي كلها ممكن تؤدي الى الانيميا. طيب في مشكله بقى، ممكن تكون الحديد ده عشان يروح يتخزن في الجسم لازم ليه حاجة بتنقله اللي نسميها ناقلات الحديد، ممكن يكون في مشكلة في الناقلات دي. دي كلها أسباب بتؤدي إلى الأنيميا. إيه أعراض الأنيميا؟ أول حاجة التعب والضعف، ضعف عام، هو تعبان مش قادر يعمل حاجة، أي مجهود بيتعب، مفيش تركيز، التركيز بتاعه بيقل، ممكن تلاقيه ينسى كتير، برضو شهيته للأكل بتقل جدا، مش عايز يأكل. مثلا لو هو طفل صغير بينمو هتلاقي فيه مشاكل في النمو، هيبقى فيه تأخر في النمو، ممكن حموضة المعدة تقل وده برضو هيؤدي إلى مشاكل في الهضم، هتلاقي بقى مناعته تقل. المناعة لما هتقل هيبتدي يصاب بإيه؟ بالأمراض، كل شوية يجيله برد، كل شوية يجيله مشكلة نتيجة نقص المناعة. كمان الجلد والضوافر بيتأثروا، الجلد بتاعه هيبقى بهتان، الضوافر برضو بتتأثر، لو الموضوع زاد شوية هتلاقي الجفن بتاع العين اللي تحت ده فاتح خالص، هتلاقي الضوافر بتاخد شكل كده بنسميه سبون شيب، اللي هو بتبقى بيضة كده وليها منظر معين، بيبقى فيه هبوط في ضغط الدم، ممكن يحصل طبعا زيادة في ضربات القلب. لازم الأنيميا تتعالج، يعني لو ما تعالجتش ممكن نوصل لمشاكل كتير. أول حاجة علشان نعالج الأنيميا لازم نعمل تحاليل ونشخص ان في انيميا. ايه التحاليل اللي انا ممكن اعملها؟ بعمل صوره دم complete blood picture، ودي بيظهر لي فيها هيموجلوبين نسبته قد ايه، بيظهر لي كمان فيها حاجه اسمها المين كورباسكولار فوليوم اللي هو حجم الهيموجلوبين داخل الخلايا. في تحليل تاني اللي هو نسبه الفيريتين، وده طبعا بيبقى قليل لو في انيميا، بنعمل برضو نسبه الحديد في الدم. في بقى تحليل كمان اسمه مستقبلات الترانسفيرين. مستقبلات الترانسفيرين دي مستقبلات بتاعة الحديد موجودة على جدار الخلية. لما يبقى الحديد قليل بنلاقي المستقبلات دي بتزيد، لان هي وظيفتها ان هي بتدور على الحديد، فهي بتكتر تكتر على سطح الخلية علشان تحاول تشوف الحديد، فده برضو من ضمن التحاليل تبيني ان في انيميا. التحاليل دي كلها عملناها وشخصنا ان في انيميا. طيب في علاج بقى، في علاج بالادوية وبالاكل. الادوية على حسب النسبة، هيبقى فيه اقراص حديد او هيبقى فيه حقن حديد، ايا كان الدكتور بيقول عليها. بالنسبه بقى للاكل، احنا عندنا هنهتم باول حاجه اللحوم، الكبده طبعا هي اعلى مصدر للحديد، اللحوم الحمراء، السمك، الفراخ،
تاني حاجة الحبوب الكاملة، القمح، الذرة، الكورن فليكس، الشوفان، كل الحبوب الكاملة دي بيبقى فيها حديد. تالت حاجة البقوليات، الفول والعدس والفاصوليا، كل الحاجات دي فيها طبعا نسبة حديد عالية. الفاكهة، التمر، تمر مهم جدا، الزبيب، الفراولة، الخضروات كمان، السبانخ، الجرجير، البقدونس، البروكلي، كل دي حاجات فيها حديد. المكسرات، الفستق واللوز وعين الجمل، في حاجات بتزود امتصاص الحديد وفي حاجات بتقلل امتصاص الحديد. الحاجات اللي بتزود لي امتصاص الحديد معروف ان هو فيتامين سي. فيتامين سي ده موجود فين بقى؟ موجود بكمية كبيرة جدا في الجوافة، الفلفل الاخضر، البرتقان، الليمون. يعني احنا لما بناخد اكل فيه حديد نحاول ناخد معاه فيتامين سي، عصير برتقان، عصير ليمون، جوافة، فلفل اخضر، اي حاجة فيها فيتامين سي تقوم تزود من امتصاص الحديد. في حاجات برضو بتقلل الامتصاص زي الشاي، القهوة، الشوكولاتة، المياه الغازية، كل الحاجات دي بتقلل امتصاص الحديد. يبقى الحاجات دي احنا مفروض نبعدها عن الاكل، يعني ما ناخدهاش بعد الاكل علشان ما تقللناش امتصاص الحديد، عشان نقدر نستفيد بالحديد اللي في الوجبة. احنا عندنا الحديد الحيواني والحديد النباتي، في فرق بين الاتنين طبعا. الحديد الحيواني بيبقى نسبة امتصاصه عالية، الحديد النباتي نسبة امتصاصه قليلة، وبيتأثر بالحاجات اللي قلنا عليها، القهوة والشاي والحاجات دي. بالنسبة للصيام بقى في رمضان، مريض الأنيميا هو بيبقى مجهوده قليل وبيحس بالتعب من أقل مجهود، والصيام أكيد هيبقى مرهق بالنسبة له. فطبعا مريض الأنيميا هو يعني لازم يستشير الطبيب. في ناس ممكن تصوم وفي ناس ممكن ما تصومش، ولكن الحالات البسيطة بتصوم، بس بنديهم إرشادات. إيه هي بقى الإرشادات دي؟ أول حاجة إن هو أول ما الأذان يأذن لازم ما يأخرش وجبة الفطار، كمان لازم يأخر السحور. يعني متسحرش، في ناس مثلا تاكل الساعة واحدة كده بالليل وتنام وخلاص كده، مريض الأنيميا لازم يتسحر يعني قبل الفجر. أول بقى ما الأذان يأذن المفروض إن هو يفطر على التمر. طبعا التمر فيه نسبة حديد عالية وبيبقى سهل الامتصاص وبيمتص بسرعة، فالمفروض إن هو يبتدي بالتمر. كمان لازم ياخد وجبة متوازنة، يعني لازم يبقى الوجبة دي فيها لحوم، فيها حبوب كاملة، بعد كده الفواكه والحاجات اللي قلنا عليها، لازم يبقى الوجبة متوازنة. برضو مهم جدا السوائل والعصاير علشان ما يبقاش فيه جفاف، عشان ما يحصلش جفاف. الجفاف خطر على مريض الأنيميا. برضو لازم وجبة السحور تحتوي على حاجات فيها حديد زي ما قلنا، البقوليات، الفول والعدس والحاجات دي. لازم يكون برضو يحط ليمون علشان يزود امتصاص الحديد. لازم ياخد زبادي، فول، عسل اسود. ما ينساش طبعا ياخد العلاج بتاعه علشان ده مهم جدا. برضو نحاول نقلل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، لان دي طبعا بتمنع امتصاص الحديد. مهم جدا جدا ان هو ينام كويس، يعني ياخد كفايته من النوم. طبعا المفروض بالنهار في وقت الصيام المفروض ان هو ما يعملش اي مجهود زيادة ولا رياضة ولا اي حاجة، حتى لو هيعمل رياضة يعملها بالليل بعد الفطار بساعتين، يعمل الرياضة اللي هو عايزها. يلتزم بالعلاج، وطبعا الانيميا بتتعالج مفيش مشكلة، ولكن اهم من العلاج ان انا اشوف السبب. السبب مهم جدا، لو في اي حاجة بتنزف، لو في ديدان، لو في اي سبب لازم يتعالج عشان نقدر نوصل نسبة الهيموجلوبين الطبيعية ان شاء الله. نحاول ولادنا نخلي بالنا منهم وبلاش الاكل اللي من بره، نحاول ان احنا نعمل لهم اكل شهي في البيت ويكون مفيد، نعمل لهم الحاجات اللي هم بيحبوها وبيجيبوها من بره نعملها لهم في البيت، علشان طبعا الاكل اللي من بره ده بيبقى سعرات زيادة، بتزود الوزن على الفاضي وملهاش اي فايدة، بيبقى معمول بزيوت نباتية مهدرجة، ودي ضارة جدا على الصحة وبتزود الكوليسترول وبتعمل مشاكل كتير وبتؤدي الى السرطانات والعياذ بالله. فنخلي بالنا ان احنا نحاول نعمل اكلنا في البيت. وطبعا احنا دلوقتي في وقت الكورونا، ربنا يعافينا جميعا، مهم جدا ان احنا ما نخرجش لاي سبب الا اسباب ضرورية جدا جدا يا جماعة. برضو القعاد في البيت مهم قوي قوي، بيقلل انتشار المرض. لا تتخيلوا ان اي واحد عنده المرض ومش باين عليه اعراض بينقل المرض ده لكام شخص. فكل ما احنا قللنا خروجنا وكل ما التزمنا بالقعاد في البيت، كل ما كانت الانتشار بتاع المرض اقل. المستشفيات مليانة وهيجي وقت يبقى مفيش سيطرة، فاحنا نحاول بقدر الامكان
نلتزم طبعا بغسيل الايدين زي ما بنقول، نلتزم بالكمامة لما نخرج بره، نلتزم بان احنا نعقم دايما الحاجات اللي احنا بنجيبها من بره، سواء الاكياس سواء الحاجات دي، ما ناخدش حاجة من بره نستعملها على طول. غسيل الايدين بالمية والصابون باستمرار لمدة 20 ثانية مهمة قوي. الحاجات دي كلها طبعا القواعد بتاعتنا، وننظف بالكلور الاسطح والارضيات والكلام ده مهم جدا مع القعاد في البيت. رجاءا كلنا نقعد في البيت، نخرج للضرورة فقط. اللي احنا فيه ده دلوقتي صعب جدا، الاطباء بيضحوا بحياتهم وبيضحوا باسرهم وبيضحوا بحاجات كتير جدا علشان ان هما ينقذوا المرضى، فيعني في المقابل ان احنا نيجي على نفسنا ونقعد في البيت، بلاش ان احنا نخرج علشان ما نزودش المشكلة. يا رب ان شاء الله يرفع الغمة دي وتعدي الايام على خير باذن الله. يا رب تكونوا استفدتم، لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واعملوا لايك وشير. وفي النهاية بشكركم واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله، وكل سنة وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.